سيد الحاج. او سيد الحاج شكون؟ السلام عليكم. السلام، شكون نتوما؟ معك برنامج الخيط البيضاء سيد الحاج. هادشي ولا نخلي ضربوك؟ والله يهديك سيد الحاج، هبط نهضروا معك عشويه. صيفطكم الظالم. والله يهديك سيد الحاج. انا ناس. يلا سيد. مرحبا بك في البرنامج الخيط البيض. الله يبارك فيك. راه حنا مشينا عند الوالد ديالك وراه بغى يتصالح معك. والمسامح كريم سيدي. هذاك راه تسرد 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 وفرعن فرعن فرعن فرعن. ولكن راه من الهضره ديالو بان لينا راه بغى يتصالح معك. وكما كان الحال سيدي راه باك. كان با كان با. اما دابا ما جاري ما قريب لدواري. وهو كيقول سيدي راك انت اللي درتي العرس وما عرفتيش عليه. كيفاش نعرض عليه؟ راه تيشرب وتيخسر العرس. ومالي عرضت على امي شربت؟ لا. وانت كنتي حاضر؟ يلا غبر عليا. اسمح لي. وتبقاو تجيو لي حدا محالي. اسمح لينا. جاي نتصالحونا ولا تبركتو العرش؟ ومن اللي هو باغي يتصالح يتصالح. يصيفط على ميساج.